طبعا برضو ممكن جدا حد ينسى ويروح واخد دول على طول. تمام؟ لا يا اختي، في هنا واحدة شايفاها اهي، قبل الاتنين دول في واحدة اهي، شفتيها؟ هاخدها طبعا، باخد الطرف متنسوش، مش باخد الغرزة كاملة، اسحب تمام واعمل غرزة. دي الوحيدة اللي بقفلها، لف على الإبرة لقدام الطرفين، اسحب بالطريقة دي، شفتوا اهو الغرزة اخدتها خلاص وقفلتها، بس لازم لف على الإبرة برضو، لو نسيناها هيحصل ويصف معانا هيكون شكله بايظ. لفة واسحب كل اتنين مع بعض، شايفين هنا واحدة بس مفيش اي حاجة تاني، فلف على الابرة لازم اللفة، وبعدين طرف اسحب زي ما انتوا شايفين، مفيش بقى لفة كمان، لا خلاص اروح على طول على نهاية الصف مباشر. هي دي الكوفية بتاعتنا بشكل بسيط جدا وبطريقة سهلة، 30 سلسلة، وزي ما انتوا شفتوا التركات اللي في اول الصف والتركات الموجودة في نهاية الصف. بعد كده مفيش اي مشاكل هتحصل معاكي. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين. مع السلامة، باي.